هاي. الكابوتشينو نوع من أنواع القهوة يلي بتحتوي على جرعة من الإسبريسو مع الحليب والسكر والمي، وبتشتهر بالرغوة على سطح الفنجان. الإيطاليين هن أول مين أعد هالمشروب يلي ممكن يكونوا استوحوه من مشروب نمساوي. كلمة كابوتشينو مشتقة من اللاتينية كابتشوم يلي بتعني ثوب الراهب، وهي كمان تصغير لكلمة كابوتشو الإيطالية يلي بتعني غطى الراس. اسم المشروب مصدره لون ملابس رهبان ورهبات كابوتشين المعروفين بالقرن السابع عشر، ويلي كانوا يلبسوا أثواب لونها مميز ميل للبن الأحمر. خلال الحرب العالمية الثانية تم تطوير مكانات صنع الكابوتشينو، والرغوة يلي على وجه الكوب تجي اليوم بعدة نكهات، منها الزنجبيل، السماء، وبودرة الشوكولا. مين قال إنه الرغوة تعزل السائل داخل الفنجان وبتخلي حرارته مرتفعة لفترة أطول؟ أنا قال. بشوفكم بكره.